في العاشر من كل شهر قرر أهالي مدينة اللد في الخروج للتظاهر احتجاجاً على إغلاق ملف التحقيق في استشهاد موسى حسوني الذي قتل على يد متطرف يهودي في هبة الكرامة في شهر أيار. هاي المظاهرات طبعاً بتعبر عن غضب أهل البلد وكل عربي شريف اللي هو يعني عن جد من جوا فيه إله وجع على استشهاد موسى أو على وضع اللد أو على اللي بيصير بالشيخ جراح أو اللي بيصير بالأقصى نفسها، فهذا كله بعبر عن وجع الناس الشرفة. وفي التظاهرة رفع المحتجون لافتات تتهم الحكومة الإسرائيلية بالعنصرية، كما رفعت لافتات أخرى تطالب بطرد المستوطنين من المدينة وتطالب بمقاضاة قاتل حسوني الذي لا زال حرا طليقا. هذا الحراك مهم جدا إن بالأول بالأساس إن العائلة الفلسطينية الداخل، هذا أول شيء، والعائلة الشهيد طبعا. إحنا كما قلت هذا الحدث هو أثر فينا جدا، يعني هو أكثر مش بس تراجيديا على مستوى العائلة على مستوى البلد، إنما هذا هي نكسة جديدة إنه إحنا دولة اللي بتعتبر نفسها دولة ديمقراطية بتعتدي مش بس كمواطنين يهود، يعني محتليننا بيعتدوا علينا، كمان الشرطة تيجي وبتغطي على هذا الاعتداء وبتطلق سراح القاتل، بينما شبابنا أكثر من 300 شاب معتقلين ولوائح اتهام يعني بدرجات خطيرة جدا، يعني ولحتى الآن في ما زال في معتقلين. قاتل موسى حسوني لم يسجن يوما واحدا ولم يحاكم، ولم تعرف العائلة كيف سارت التحقيقات التي أعلمت فقط قبل شهر واحد أن الشرطة أغلقت الملف، وكل هذا فقط لأن القتيل عربي.